نكمل الخبر ده نروح لاحمد عبد الباسط. يا ابو حميد اتفضل. سامعني كويس كده يا امير؟ سامعك كده تمام اتفضل. اتفضل. اقول لك انه في جهازين فنيين لمنتخب مصر، جهاز يقوده اللجنه اللي هو كابتن عماد متعب، كابتن ايهاب جلال، هو مدرب عام لم يتم ذكره على الاطلاق في الاعلام او السوشيال ميديا. اللي هو ما اعرفش هو الاسم مين، ولكن عرفت من المعلومه ان الاسم مش من اللي بيترددوا خالص يعني. تمام. مع الكابتن محمد ابراهيم مدرب مساعد، والكابتن محمد شوقي مدرب مساعد، والكابتن مصطفى الكمال، وده كده يبقى شروط الكابتن ايهاب جلال اللي هو طالبها. كويس. في جهاز ثاني المعنيين من خارج اتحاد الكوره، سواء وزير الشباب والرياضه، سواء المهندس سامي ابو ريده، سواء بعض الناس المقربين، بيتمنوا الكابتن حسن شحاته والكابتن احمد حسن. يتواجد بقى لسه التركيبه اللي في النص، المدرب العام حسن يبقى شحاته. نعم؟ بتقول كابتن حسن شحاته يا احمد؟ الكابتن حسن شحاته. مش حسام حسن يعني. ويبقى موجود مدير كوره الكابتن احمد حسن، ومدرب حراس الكابتن عصام الحضر. ولكن عايزين النزاع خصوصا انه كان لحد امبارح اثنين من اعضاء اللجنه ميالين لجهاز الكابتن حسن شحاته. ولكن تم استقطاب ليهم شخص ثالث بالامس من داخل اللجنه على راسهم الاستاذ عمرو الجنايني اللي بدا يرفض وجود الكابتن ايهاب جلال. وانا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه انه تم خلال ال 48 ساعه الماضيه داخل اللجنه انه في ناس هي المسؤوله، في ناس انا المشرف، في ناس انا اللي ابقى مسؤول عن القرار. فبالتالي في انقسام كبير جدا داخل اللجنه جدا لحسم الموضوع، خصوصا زي ما كنت بتقول في الاول انه عندنا مباراه في الاجنده الدوليه من يوم 7 اكتوبر اللي جاي. الامور مش هتوصل، يعني مش هتوصل انه يبقى الكابتن ايهاب جلال بنسبه 100. طيب الصوت مش واضح، الصوت مش واضح. فأنا بشكرك يا أحمد شكرا جزيلا، الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير. وقال بعض التفاصيل كده على حسب يعني ما اللي سمعناه إن برضه الكابتن حسن شحاتة لسه في السور، وأنا بقول لحضراتكم برضه معلومة إن الكابتن حسام حسن في السور. فإذا الموضوع انحصر دلوقتي، أسهم إيهاب جلال بتقل، أسهم حسن شحاتة وحسام حسن طبعا مع حفظ الألقاب للجميع بتزيد، فالملف المفروض إن هو يحسم خلال الفترة اللي